أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعتبر الحلف بغير الله دون قصد؟ هل يعد من الشرك كقولهم والنبي وغير ذلك؟ هؤلاء جهال، ما علموا بين لهم، هو خطأ بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنهم جهال، يبين لهم هذا. نعم.